أخيرا يأمل مهاجم فريق باريس سان جيرمان البرازيلي نيمار دا سيلفا في أن يتمكن من المشاركة في الدور ربع النهائي لدوري الأبطال، وذلك من خلال تسريع عملية تعافيه من الإصابة التي لحقت بقدمه اليمنى والتي أبعدته عن المشاركة مع فريقه. وخلال مقطع فيديو تم تداوله على يوتيوب، ظهر النجم البرازيلي وهو سعيد بالتطور الذي حدث في عملية التعافي، وذكر بأن المدة المتوقعة لعودته للعب مجددا هي من 8 إلى 10 أسابيع.